وخلونا نبتدي مع بعض بالأخبار اللي معانا. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد امبارح اجتماع لمتابعة تحضيرات استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته 12 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات. ووجه رئيس الوزراء ببدء الاستعدادات اللوجستية لتنظيم المنتدى وتخصيص فريق عمل متفرغ لمتابعة كافة الترتيبات لخروج الحدث بأفضل صورة. كمان امبارح شارك وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الوفد الاقتصادي المصري رفيع المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، واللي بيضم كبار مسؤولي القطاع العام والقطاع الخاص للترويج للاستثمار في مصر واستعراض عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في البلاد والتحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر بالتعاون طبعا مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة. تفاصيل الأخبار دي وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تحضيرات استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12 خلال الفترة من 4 ل 8 نوفمبر المقبل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يعد الثاني خلال هذا الشهر لمتابعة تحضيرات استضافة هذا الحدث البارز، موجهاً ببدء الاستعدادات اللوجستية لتنظيم المنتدى الحضري العالمي وتخصيص فريق عمل متفرغ لمتابعة كافة ترتيبات المنتدى لخروج الحدث بأفضل صورة. امبارح شارك وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الوفد الاقتصادي المصري رفيع المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اللي بيضم كبار مسؤولي القطاع العام والقطاع الخاص للترويج للاستثمار في مصر واستعراض عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في البلاد، وأيضاً التحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة. امبارح وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة، قامت المنطقة الشمالية العسكرية بإطلاق حملة بلدك معاك لدعم الأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظات اللي بتقع بنطاق المسؤولية، وده بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. تضمنت المرحلة الأولى من الحملة توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 332 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي. وأكد اللواء أركان حرب هشام حسني حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية خلال مراسم تدشين الحملة على المسؤولية المجتمعية اللي بتقوم بها القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته، كما أشار لتكثيف الجهود بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات نطاق المسؤولية لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة. بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة كفر الشيخ تم تسليم 1147 جهاز تعويضي وسماعات طبية لذوي الهمم. أما في محافظة الشرقية فتم إقامة 50 منفذ لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة. كمان في شمال سيناء تم استلام 106 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. وفي الأيوبية تم الكشف على 1759 مواطن مجانا خلال القافلة الطبية في كفر شكر. تفاصيل أكثر من المحافظات نعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في كفر الشيخ أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي تسليم 1147 جهاز تعويضي وسماعات طبية لذوي الهمم في إطار تقديم خدمتها في المجال الطبي لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين ورفع المعاناة عنهم. في الشرقية أعلنت المحافظة الانتهاء من إقامة 50 معرض ومنفذ وشادر لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بالتنسيق مع شركات الجملة والجمعيات الاستهلاكية والعديد من تجار الجملة، وده مع توفير منافذ داخل سيارات متحركة تجوب شوارع المحافظة لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة. في شمال سيناء أعلنت المحافظة عن استلام 106 ألف شجرة مثمرة وزينة ضمن الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وده بهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري.
في الأقصر أعلنت مديرية الطب البيطري ارتفاع نسبة الحيوانات المحصنة خلال الأسابيع القليلة الماضية لتصل ل 58% من الحيوانات المستهدفة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتم التحصين من خلال 116 لجنة بكافة مراكز وقرى المحافظة وبمشاركة 43 طبيب. في الأليوبية نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية في مديرية الصحة والسكان قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية كفر مروان بكفر شكر، وتم الكشف خلالها على 1759 مواطن مجاناً من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات، وده في إطار خطة الدولة وجهود محافظة الأليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين. في الفيوم شهدت المحافظة مناقشة كافة الآليات والإجراءات اللازمة لإنشاء مشروع مجمع صناعي متكامل قائم على زيتون المائدة بنطاق مركز يوسف الصديق، واللي سيعود بالنفع والفائدة على المواطن. ومن المقرر أن يبدأ المشروع بمساحة 5 أفدنة كمرحلة أولى مع إمكانية التوسع المستقبلي للمشروع. في بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه عن 4 قرى بمركز سمسطة اليوم الخميس لمدة 9 ساعات بسبب توقف محطة مياه دشطوط لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتطهير الخزانات، وبتأتي مواعيد قطع المياه من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً. في المنيا أعلنت مديرية التموين أنه تم توزيع 7000 شنطة سلع غذائية بسعر 100 جنيه بتحتوي على 2 كيلو سكر وكيلو رز وكيلو مكرونة وباكو شاي، وتم التوزيع بجميع شوارع وأحياء مدينة ملاوي في إطار تفعيل مبادرة خفض الأسعار.